deaths and injuries and civilian destruction and reconstruction. من الوفيات والضحايا والإصابات والتدمير للبنية التحتية المدنية والدمار قدر بحوالي 18.7 مليار دولار، وهو طبعا 93% من نتج إجمالي لغزة، وهذا بحد ذاته فظيع ورهيب للغاية. وهنالك تدمير كامل للبنية التحتية الصحية والتربوية في غزة على مستوى الجامعات وعلى مستوى المدارس. وواقع أن اليوم لدينا حوالي 130 امرأة في غزة تلد وسط الركام، وتقدير من قبل الوكالات الإنسانية الأممية أن 1.1 مليون طفل يتطلبون علاج نفسي ومساعدة نفسية جراء ونتيجة الدمار شهدناه وجراء الصدمات التي واجهوها من الناحية العربية. فعلا الجانب العربي تحرك بسرعة بعد 7 أكتوبر ليكرر ويشدد ما هو الموقف العربي الأساسي والجوهري، وهو رفض استهداف مدنيين أينما كانوا. وطبعا هذا الموقف العربي والأردني الموجود منذ فترة طويلة، ما الذي تبع طبعا ما حصل طبعا بعد 7 أكتوبر فعلا هو يقع ضمن مصافي حروب، ضمن طبعا جرائم الحرب.